تكاد يعني لا تصدق أن ما قررته الحكومة اللبنانية بشأن المبعدين كان قد وصلني توصية من إخوتنا في تونس يرجون اتخاذ مثل هذا الموقف. ما استأتوا أن اتخذ الموقف؟ فعلا كان عفويا، كان عفويا، وهي قضية ليست بحاجة إلى فلسفة طويلة عريضة حقيقة. يعني كان لابد من مثل هذا الموقف حتى لا تكر هذه السبحة، وحتى لا يستمر لبنان مستباح والشعب الفلسطيني كأنه في هنالك يعني مكب يقذف به وكأنه نفايات بشرية. فعندما اطلعت على حقيقة الموقف اللبناني تحول طلبي إلى شكر. شكرت الحكومة اللبنانية باسم القيادة الفلسطينية على موقفها، وأعلننا عن دعمنا لهذا الموقف واستعدادنا للمساعدة في أي شيء تطلبه من الحكومة اللبنانية. وكذلك بالنسبة لإخوتنا المبعدين ارتضينا بأن المنظمات الإنسانية، الصليب الأحمر، هلال الأحمر، أي أونروا إن أمكن أن تقوم بتقديم المساعدات المطلوبة. وقد علمت الحكومة اللبنانية أننا في منظمة التحرير يعني كارت بلانش، أي شيء يريده إخوتنا حتى يصمدوا في هذا المنفى الجديد نحن على استعداد لتلبيته. ولكن الدولة اللبنانية أخذت القرار وطلبت إلى قيادة الجيش منع حتى المساعدات الإنسانية عن المبعدين. يعني هون في شيء خلاف ما يكون بين الدولة؟ لا أعتقد أن الحكومة اللبنانية في قرارها السياسي تتجاوز حسها الإنساني وحسها العربي. يعني هي تعطي أولوية للموقف السياسي اللي هو في رأيي موقف وطني وقومي سليم، ويهدف لخدمة تحقيق هدف جليل وهام، وهو إعادة هؤلاء المبعدين إلى بلادهم. تبقى الناحية الإنسانية، قضية المعيشة، قضية المأوى، بعتقد أنه يعني وشكرا لله أن هذه النخبة من أبناء الشعب الفلسطيني، وكما لاحظت من تقارير الصحافي والتلفزيون، مقدرين لهذا الوضع، متحملين لهذا الضنا، وبروحية صوفية هائلة حقيقة. ومنهم من صرح لبعض وسائل الإعلام أنه مهما بدت قاسية هذه التجربة إلا أنها ليست أكثر قسوة من الكثير من التجارب التي مروا بها عندما كانوا في أرضهم المحتلة وقيد الاحتلال الإسرائيلي. يعني إذا السماء شوية عم بتزيد عليهم شوية برد وشوية ثلج، في السجون الإسرائيلية كانوا يمررهم قنوات من الهواء المبرد حتى يعذبوهم في أقبيتهم وفي سجونهم. فنحن نعتمد أولا على صلابة ومعنويات إخوتنا المبعدين وعلى تقديرهم السياسي المرهف. يعني بعثوا لنا رسائل عبر إخوتنا في الصحافة وفي التلفزيون على أن لا تهنوا، ما تسألوا فينا، مارسوا الخط النضالي اللبناني الفلسطيني المشترك، لأنه هو الخط السليم والذي يمكن أن يترتب عليه نتائج. وإن حتى الآن لم تبدو أي نتائج إيجابية سريعة، لكنني واثق بأن إذا ما استمرينا نحن وإخوتنا في لبنان على موقفنا الثابت، وإذا ما تعاظم الدور المؤيد عربيا ودوليا، فقد نستطيع أن نحقق ما يبدو معجزة، وهو إعادة هؤلاء المبعدين إلى حيث جاءوا. بموضوع العلاقات الفلسطينية اللبنانية، حكينا عن الشق الرسمي من العلاقة. معروف أنه خلال الفترة الأخيرة خبرتك ومرأت علي بأول إجابة بشكل سريع أنه تصفية حسابات إيجابية مع الجميع. بعتقد يعني نحن تحاربنا مع الكتائب ومع القوات ومع هو لبنان، يعني ما بيش فريق اللي ضرب يا فريق آخر يضرب حاله بالآخر، لما بيش فرقاء يتخانقوا صارت الأسرة الواحدة تتخانق مع بعض البعض. أنا بعتقد الآن ومن الاتصالات التي أجريها في هذا البلد أن الصفحة إن لم تطوى نهائيا فهي في طريقها إلى الطي النهائي، لأنه الشعبين بعتقد اللبناني والفلسطيني استخرجوا كثيرا من الدروس والعبر من المحن التي مروا فيها خلال السنوات الطويلة الماضية. في تحت مشوزيني بصورة تفاصيل هالاتصالات مع مين الاتصالات من الفرقاء؟ يعني ما عندنا فيتو ضد أي فريق، ولم أشعر أن هنالك أي فريق واضع علينا أي فيتو.
والحقيقة إن لم أتمكن حتى الآن من زيارة والالتقاء بجميع الفعاليات اللبنانية، فالسبب ليس سياسيا وإنما يعني عدم توفر الوقت الكافي، لأنني كثير السفر. وإحنا فلسطين نخلص من مشكلة بنعلق مشكلة، نخلص من مشكلة بنعلق مشكلة، الواحد مش عم بفضى يعني يقوم بواجبات سياسية بروتوكولية. يعني آخر دعوة تلقيت للمشاركة في احتفالات الكتائب مثلا، اللي كانت يعني نقطة البداية خلاف بيننا وبين الكتائب واقتتال طال مدة سنتين. فدعوة مع فريق قيادي مسؤول ومحترم جاءني هنا زارني لأحضر. للأسف كنت مضطر على موعد في الأمم المتحدة لما استطاع، ولكن بعت ببرقية تهاني للدكتور سعادي مثلا ورجاء على أن تتطور علاقاتنا لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. يعني لا أشعر أنا الآن، وأرجو أن أكون محقا في شعوري، أن هنالك لبنانيا أصيلا يناصبني أي أعداء، ولا أعتقد أن هنالك أي فلسطيني أصيلا يريد للبنان غير العودة إلى استقراره وازدهاره وتحرير كامل الأراضي والحفاظ على سيادته الوطنية. على سيرة العلاقة بين حزب الكتائب ومنظمة التحرير الفلسطيني، الأمين عام للكتائب الأستاذ كريم بغدادوني يبدو كان بتونس من فترة معينة، فهل كانت له اتصالات من منظمة التحرير وشو معلوماتكم؟ كريم، في فلسطينيين اللبنانيين بيتهموه انه بيمثل الفلسطينيين في الكتائب، وفي ناس بيقولوا لا بيمثل الكتائب عند الفلسطينيين. يعني هو صديق له علاقه تاريخيه مع قيادات منظمه التحرير الفلسطينيه، ولم تنقطع الصله معه حتى اثناء الحروب، لانه كان يعني مع فريق من الاخوه دائما من دعاة التهدئة والتصالح والهروب من الحفرة التي كان يعدها العدو لنا لبنانيين وفلسطينيين. وكريم يعني صديق، له أصدقاء كثيرين ومحبين بما فيهم الأخ أبو عمار شخصيا. يعني هذا الصعيد الشخصي، هل مشروع سياسي معين يتم درسه يعني؟ لا أعتقد أن هنالك الآن يعني تركيز على علاقات ثنائية حزبية لا مع كتائب ولا غير من كتائب، والسبب أنه نحن الآن معنيين بأولوية هامة هي قضية المفاوضات، وكل نشاط المنظمة منصب حتى بالقضايا الجانبية إلى ما يخدم الموقف الفلسطيني والموقف العربي بشكل عام للوصول إلى إنجاز نتمنى فلسطينيا وسوريا ولبنانيا وأردنيا، أي الانسحاب من جنوب لبنان، حقوق المشروع على الشعب الفلسطيني، الانسحاب من الجولان والانسحاب من جنوب البحر الميت كمان بالنسبة لإخوتنا في الأردن. أولويتنا الآن هي هذا الموضوع النضالي، ولكن هذا لا يعني أنه حيث تتوفر الفرص لإعادة جسور الثقة والتعامل مع الأحزاب اللبنانية وغير اللبنانية، فهذا شيء دائم يعني من الهموم الدائمة. يعني كمان السؤال ما بعرف إلى أي مدى ممكن يكون محرج، بمرحلة من المراحل كانت لكم علاقات تحالفية مع القوات اللبنانية حتى ببعض جوانب عسكرية. اليوم شو هي طبيعة العلاقة؟ هل لا تزال مستمرة العلاقات بوجه آخر، أو أنه في نوع من